تظن واحد من أبرز اللقاءات في الكرة الألمانية في ديربي رور. فريق شالكة 04 الأزرق الملكي يستقبل بروسيا دورتموند. الديربي ليه نكهة خاصة، ليه طابع خاص بعيدا عن الترتيب. سيحاول اليوم فريق شالكة أن يكون بطل الرور. دورتموند المتصدر والمتألق في المشهد الكروي الألماني يحاول أن يضع حد لهيمنة العملاق البافاري بايرن ميونخ، فيما شالكة المتراجع على مستوى الترتيب العام. شالكة دورتموند ممثلي الكرة الألمانية في إطار الدور القادم تخطيا دور المجموعات، ولك بورغشتالر وأمين حارث. كرة في مناطق شالكة، فريق ضعيف وفريق قوي في الديربي سيدخل، لن يكون لقاء سهل. كرة رايس، يلعب كرة رايس انطلاقة سريعة، تغطية من جانب السعدي، فرصة كبيرة الكرة تضيع. كرة من حكيمي لضربة مرمى أمام انطلاقة داير أيسر. دورتموند يبحث عن فرصة اليوم، فرصة كرة عند أمين حارث، يلعب كرة في اليمين بعين. لقاء دراماتيك اليوم على ملعب فيلدنس أرينا. بن طالب، نبيل بن طالب محاولة للأزرق الملكي، ولكن في صدمة سريعة ماركو رويس، ولكن تدخل من ناستازيتش. دورتموند في ألمانيا لم يخسر، سيواصل هذا السجل فريق دورتموند الخالي من الخسارة على مستوى الدوري الألماني. هيدا في الإنجليز رايس يلعب داخل منطقة الهدف، والهدف لبروسيا رأسية عن فريق سانشو، يسجل هدف الأسبقية. رأسية رائعة اتغالت حارس مرمى شالكة. البداية للأصفر والأسود هنا في ملعب فيلدنس أرينا. التقدم لبروسيا المساوي من أصل إيطالي، يلعب ينهي هيمنة العملية. بورغشتالر، بورغشتالر يرجع كورة، يرجع كورة، باكو الكاثر. موسم ماضي 4-0، 4-0 كرة نقلات سريعة. دورتموند في الهجمة الآن، ترجع كرة عند دورتموند، دورتموند في الهجوم والكرة عند دفاعات الأزرق. شالكة أمام في مناطق دورتموند، حكيمي تغطية من أشرف سيبكا، محاولة المرور من مكي. دورتموند، دورتموند في الهجوم، ماركو رويس يلعب كرة عرضية لارس كورتموند، يرجع كرة لأمين حارث، أمين حارث يمرر، يرجع كرة روبي، سيباستيان روبي، والكرة تختلف تماما. كرة داخل المنطقة محاولة خطف. الألماني من أصول إيطالية اللي ولد في ألمانيا. رايس، ماركو رايس، فرصة الثاني والدفاع. التمرير لرايس، رايس، رايس، يسجل وراء لحارس المرمى. فارمان، جوري، جاليتشوري، حافظ الكرة. ترجع بجاليتشوري، جاليتشوري، التغطية تتم من أوتش سيبكا. أكسب جاليتشوري ينطلق، يلعب كرة عرضية، كرة تمر ديالو. إذا حمزة منديل ينقل كرة عند مانويل أكانجي. أكانديل، حمزة منديل، كرة بعيدة من منديل، ضربة مرمى والانفراد بها. التمرير فرصة خطيرة، لكن حارس. الروح القتالية وقوة الشخصية مهمة دورتموند للعب بالراحة. الإخطاء، محاولات خطيرة من جانب شالكة للعودة. هنا الخطورة، هنا الخطورة، ساني تابع، ساني في خطأ، في خطأ. ترجع الكرة لشالكة 04، تدخل كيك دورتموند، التغطية والمتك. ترجع من الدفاع، كرة مكين، مكين يتابع فيه ديالو سامبل شاب فيتسل في التغطية الركنية، فليعدل شالكة بالكرة. تبقى دورتموند صعود من دورتموند، اخذ كره في الشوط، التسديد يوصل انطلاق حمزه، ولكن الاكثر خطوره هدف دورتموند الوحيد من خلال ده. يبدا الشوط الثاني وكره لدورتموند ترجع لمر الكثير مرر رويس، ثالث كره لرويس، ولكن في تسلل، في سهوله من جانب فريق دورتموند في المانيا. سيطره وهيمنه للبايرن بايرن كولر والبرازيليان تيدي اموروزو. ماتوني اللاعب الجزائري اخرى عند فريق شالكة 04. الهجوم ينطلق، يلعب كوره بن طالب، يرجع كوره اوسيبكا، اوسيبكا كوره باتجاه المرمى، ولكن لحس الحب كوره تابعها وراقبها بالمهاجمه السريعه لالكاثير. يعني منذ ثلاث سنوات
بيبكا محاولة للشالكة ولكن تدخل مع الشالكة استمرار لقب البوكا كرة تلعب في مباراة الشالكة عن طريق فريق دورتموند بيسيتشيك بوروسيا دورتموند مع لوسيان باب ترجع كرة من جنب المدافع ديالو لوروما سانشو الانجليزي برو تلعب كرة من جنب اللاعب تلعب كرة داخل المنطقة والدفاع المحاولة مازالت خطيرة الكرة تمسكت مدرجات فيلتس أرينا بهدف ثاني وتنظروا شو كرة داخل المنطقة ترجع بتغطية تيديسكو دخول سيردار سيو جوتسي كان أيضا سفين بيمبر سمر في طوكيو هذه كرة تتصوب الحارس بوركي فرصة خطيرة مكي نخسر كرة ترجع بالأرسن ترجع المحاولة من جديد جولي قالت جولي كرة داخل المنطقة دفاعي ماذا قال؟ ماذا أعلن؟ الجزاء كاليتشوني والتعادل هدف التعادل للشالكة عكس اتجاه حارس رومان بوركي والشالكة عبر الكفة 1-1 في ديربي الروم للأزرق الملكي وثي مرة انطلاق مكين كرة تبع بينما هناك صفر وخطأ الخطأ موجود والكرة ترجع بخطأ حكيمي حاول مراوغة ترجع رايس يلعب كورة باتجاه مرمى الشالكة ترجع بايرن ميونخ اللي في عام 76 كان فريق في اخر 5 مباريات تلعب كورة في منطقة دورتموند بنتا يسال من جديد عند فريق شالكة مع انطلاقة منتيل الملعب 1-1 ايضا كان في ابريل 2009 فنية كبيرة من حكيمي باكو الكاثي حكيمي مرة كرة في العمق ولكن تغطي من الصريق انطلاقة اللاعب بيسيتشيك امير حرف حاول انطلاقة مع حكيمي في حوار مغربي بين الاسدين بين حكيمي وحارس المراوغة رفاير مع كاليتشولي يبعد كورة كاليتشولي ينطلق البولندي ولكن تغطية تتم شالكة يكسب كورة الرايس والحكم يحتسب خطأ لماركو رايس الكرة ترجع بخطة من دورتموند كرة خطيرة تبعد من ستازيت فرصة لدورتموند والثاني بوروسيا دورتموند يعود لمغازلة شباك الشالكة هذه المرة عن طريق سانشو ولد تريني بات سانشو الانجليزي يتمكن من التسجيل يخترق دفاع الشالكة ويضع كرة